بنتابعكم من بدايه البطوله، كنا بنشوف في اوقات كتير جدا كابتن محمود الخطيب بيبقى موجود في التمرينه، بيبقى مجمع، ممكن بيبقى بيتكلم مع واحد من كباتن الفرقه، ممكن بيبقى بيتكلم مع اللعيبه كلها. وجوده معاكم في الطياره في اخر سفريه، واعتقد انه دي مش النسخه الوحيده، يعني في ظروف كتير جدا، في اوقات ومناسبات كتير جدا كان كابتن خطيب قريب قوي من فرقه الكوره، ودايما بلمس والجمهور بيشوف ده في طريقه احتفالكم معاه لحظه التتويج ورفع الكاس. كابتن خطيب بيتكلم معاكم ازاي، واهم الحاجات اللي قالها لك انت كمان على مستوى الشخصي، وشايف حجم تاثيره ازاي مع فريق الكوره كهربا؟ لكن كابتن محمود الخطيب طبعا ما شاء الله، يعني ربنا يديله الصحه، ليه هيبه وكاريزما غير طبيعيه، وبالنسبه لنا يعني اللعيبه كلها يمكن هو الاب الروحي لينا، لان هو دايما معانا ودايما بيلعبنا، حتى لو بيجي يقعد يتفرج على التمرين، حتى لو ما بيتكلمش مع حد، فبالنسبه لنا تبقى حاجه كبيره جدا، ودعمه غير طبيعي يعني كل يوم، وحتى خلال الفتره اللي فاتت خصوصا ان هو كان كل يوم معانا، فبالنسبه لنا دي حاجه كبيره وحافز لينا ان هو يكون موجود اكتر حتى لو ما بيتكلمش. لكن بقى طبعا الجانب الثاني، طبعا هو بيتكلم مع على طول مع محمد الشناوي طبعا كابتن الفرقه، وبيتكلم مع اللعيبه كلها لما بيجي يسلم عليها، فيعني حاجه حلوه قوي يعني ان يكون في علاقه بين زي اب واولاده. انا بتمنى لك كل التوفيق، بالمناسبه على السوشيال